السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أعزائي وعزيزاتي؟ إن شاء الله مبسوطين. أسأل الله صباحكم مساءكم بكل خير إن شاء الله يا رب. قولوا آمين. رجعت لكم حلقة جديدة وأكلة طيبة كتير. وسألني كتير من الأصحاب والأصدقاء والأعزاء إنه شو الفرق بينه وبين المحلية اللي ساويتها قبل فترة. فهلأ هينا نساويها هي كشك الفأرة أو كشك الأمراء أو المهلبية، كلهم أسماء مختلفة لمضمون واحد. اختلاف هلأ بتشوفوه وأنا عبلكم عم بحكي لكم عليها وبشرحكم عليها وشون نساويها. فهلا شو بدنا مشان كشك الأمرة وكشك الفأرة والمهلبية؟ كاسة من الكريمة، بدنا كاسة من الحليب العادي، بدنا كاسة من حليب إيش؟ اللوز. هاي أول فرق. اثنين، شو بدنا؟ بدنا 3 معالق طحين، هاي تاني فرق. وبدنا 3 معالق سكر. وبدنا زبدة 5 معالق كبيرة، هاي تالت فرق. وبدنا مسكة عربية 2 صغار، هاي هي. هلا بنساويها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنغلي 3 كاسات اتك عليهم الحليب وحليب اللوز والكريمة، كاسة بكاسة بكاسة، بنغليهم ونتمع من حدر طبعا مشان ما يحترقوا الله يرضى عليكم. بالوقت هاد نطحن 2 المسكة مع معلقة سكر، نضيف المسكة العربية ونضيف سكر، بدأ يبقبق. هلا بطفي تحته وبيمه على جنب، ندوب الزبدة على النار وبحط لها الطحين، بنوطي تحتهم شوي طبعا، بنحرك لحتى يسمكوا، نضيف عليهم الحليب كاسة كاسة، عطينا كاسة الحليب بنحرك لحتى يسمك المزيج، بنرد نحط كاسة تانية ونحرك لحتى يسمك المزيج، بنرد نحط الكاسة الثالثة وخلصت. بنحركهم شي 2 3 بعدين نسكبهم بزبادي بنحطهم بالبراد. شوفوا ما استخدمت نشا، هي من أكلاتي أنا مميزة. هلا هدول سكبتهم، هلا بحطهم بالبراد. رجعنا هلا بعد ما طلعتهم من البراد، تموا بالبراد حوالي 4-5 ساعات مغطيين بالنايلونة هاي مشان ما يشفروا. شايفين زينتهم، طلعتهم زينتهم، هاي زينتها بفستق حلبي مبشور وهي زينتها بلوز مبشور. وشي بياخذ على بالكم ان شاء الله تجربوها بيتكم تعجبكم. وهي كشك الأمرة وكشك الفأرة والمهلبية كله مع بعضهم، ان شاء الله نال اعجابكم وتدعوا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال طبعا بعتولي على اليوتيوب، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء.